في الحلقه الاولى مع الطبيب ديالكم في عينك ميزانك ما غنهضروش على التغذيه، غنهضروا على كيفاش خصنا نعمروا النهار ديالنا. فكما كان المكان اللي غادي نصوموا فيه خدامين ولا في عطله صيفيه، ما خصنا نتجنبوا الخمول وخصنا نبقاو في نشاط، وخاصه في الصباح. علاش؟ لحيت لكنا نشيطين في الصباح تنخليو الذات تستعمل الذخيره ديالنا ديال الدهنيات. وما نساوش بين النشاط ما تعنيش بالذات الرياضه من المستوى العالي. فإلا طلعتوا الدروج في بلاصه لاسانسور، الا شقيتوا ولا مشيتوا تسخروا حتى تسمى نشاط بدني. الا بغيتوا تمارسوا الرياضه فمن الاحسن ديروها ساعات قليله قبل الافطار ولا من بعده. وما نساوش الايام الاولى ديال رمضان بالذات ما تكونش مازال مولفه للصيام، فما نبذلوش مجهود كبير. والرياضه المنصوح بها في رمضان تتبقى المشي او الدراجه العاديه. وما نساوش ايضا تا الفوتينغ، وان شاء الله غدا غادي تشوفوه مع الكوتش ديالنا. الى الحلقه المقبله ان شاء الله. ميديتيل بالغد متصلين.